لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. مرة أخرى يتربع المغرب على عرش رياضة السامبو إفريقيا. المنتخب المغربي للعبة فاز بلقب النسخة 17 التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء من 19 إلى 21 من الشهر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمشاركة 22 دولة من القارة السمراء. المغرب حصد 20 ميدالية متنوعة في صنفي السامبو الرياضي والسامبو تباري، 10 ذهبيات، 4 فضيات و6 برونزيات، ليكون بذلك الأول على المستوى القاري بتحقيقه اللقب 16 مرة. كانت مشاركة قوية، كانت 25 دولة، وكانت المنافسة كذلك قوية، وشاهدنا مباريات جيدة والتقنيات عالية، والحمد لله المغرب حرز على البطولة رقم 17. إذن دابا احنا 16 عام احنا بطل افريقيا. ومن ابرز نزالات اليوم الاخير ذلك الذي جمع اللاعب المغربي بوبكر الصوفي والمصري احمد درويش عن وزن اقل من 79 كيلوغراما وانتهى لصالح اللاعب المغربي. اللاعبة الكاميرونية ماري فيكتورين تسيمي فازت بالمعدن النفيس بعد تغلبها على المصرية إيمان هاني في وزن أقل من 72 كيلوغراما، والمغربي مصطفى مقناج حقق اللقب عن وزن أقل من 88 كيلوغراما على حساب الجزائري بلال بن شيخ. وأخيرا اللاعب سيف الدين أهاني فاز بلقب البطولة الإفريقية لوزن أكثر من 98 كيلوغراما متغلبا على النيجيري أدامو واليدو. الصراحه كانت المنافسه اليوم جد قويه، لعبت 4 المقابلات، والمقابله الاخيره كانت مع المنافس المصري. المنافس المصري كنت عارف بانه لاعب مصارع، وحطيت خطه على هذا الحساب هذا وصافي، والحمد لله جاب الله التيسير وقدرت ندي الميداليه الذهبيه. هذه اول ميداليه ذهبيه عندي في الشامبيون دافريك. الحمد لله حصلنا على المرتبه الاولى في رياضه السامبو، الحمد لله ونشكر على كل حال. هذه عندي ثاني مباراه ربحتها، والعام اللي داز جوج مرات نضرب بطوله افريقيا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله باغي ندير شي حاجه في الشامبيون ديمود ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا تكون نجي الاول ان شاء الله باذن الله. كما شتي كانت المنافسه شويه قويه، الادفيرسير كان مشارك عليه بطولات افريقيا، انا اول مشاركه ليا في السامبو، رياضه السامبو والتايجيتسو. كما شتي الحمد لله حققت ميدالية الذهبية للشامبيون دافريك، وكنهنى هاد الربح ديال الوالد ديالي الأستاذ عزيز الجامعة الملكية السامبو طاجي الأستاذ عباروز ودارس خليشاوي. أسدل الستار إذن على منافسات البطولة الإفريقية بتفوق العناصر الوطنية، والأكيد أن المغرب سيواصل ريادته في جميع الاستحقاقات القادمة، سيما وأنه مقبل على المشاركة في بطولة العالم بأرمينيا شهر نوفمبر المقبل. Thank you.